الدربي ارتقى للمستوى المطلوب. كانت كرة السلة حديثة، كان مجموعة ديال الدقائق كان فيهم الحماس، بس تربح فريق اتحاد طنجة اللي عنده عناصر قوية خص تكون دفاعيا حاضر. الحمد لله كنا دفاعيا حاضر، ما قدروش يديباسيو 53 نقطة. الحمد لله لعبنا بشوية ديال الذكاء، عرفنا نستغلوا الفرص ديالنا اللي جاونا، استفدنا من الأخطاء اللي عملنا في المقابلة الأولى. الحمد لله على النتيجة، باقي خطوة ثالثة إن شاء الله من أجل التأهل إلى نصف النهاية. هنيئا للفريق على هذا الأداء. حتى حاجة ما باقي ما تحسنت، باقى مقابلة ثالثة هي اللي غتكون فاصلة، اللي غنستقبلوا فيها فريق جميع السلة، وكنعرفوا القوة ديال جميع السلة. فريق اتحاد طنجة باقي عنده مقابلة مع فريق الكوكب المراكشي. حنا كانت الغرض ديالنا جوج الفروق طنجاوية تمثل طنجة في المباراة الأخيرة، ولكن الحمد لله الحمد لله اللي مشى لنصف النهايه يمثل مدينه طنجه. وهنيئا للجميع وشكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.